فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة مسلمة تقول من فرنسا تسأل فتقول: زوجي تركني منذ سنة وذهب مع امرأة أخرى ولم ينفق. تقول: زوجي تركني منذ سنة وذهب مع امرأة أخرى ولم ينفق علي ولم يرد أن يطلقني. سؤالها: هل أنا متزوجة في هذه الحال وما هو الحل الشرعي في ذلك؟ تقول زوجي، تقول هل أنا متزوجة؟ نعم، كيف هذا؟ هي ما دامت زوجة هي متزوجة. وأما مسألة الدعوة عليه هي عند المحكمة، تقدم عليه عند المحكمة تأخذ حقها منه. نعم.